يا رب ايه ده؟ يخرب عليك يا ابو نسب، ده انت طلعت عور يا جدع. مش قلت لك مش هتفوت عليه الحكايه يا كامل؟ عور ايه؟ ده اي اهبل درجه ثالثه لو مكاني كان خد باله. المهم انت ليه ما صرحتنيش؟ ها؟ طب افرض كنت اتمسكت، كان هيبقى شكل ايه قصاد البوليس وهو بيطلع شرايط الفياجرا اللي معايا؟ امال احنا اخترناك ليه يا معلم؟ وبنركبك قطورات ليه؟ مش عشان نبعدك عن اللجان وما تقعش في المواقف الصعبة دي. بص يا محمود، أنا كان ممكن أصرحك من الأول، بس أنا خفت تقول لأختك وتخلي منظري وحش، رغم إن أنا كنت متأكد إنك مش هتقول لها، وإلا كنت قلت لها على موضوع الشقة. حبيت أختبر ذكائك وأشوف هتنشف دماغك ولا هتمشي معانا بما يرضي الله. وهو يرضي ربنا إنك تديني مرتب زي اللي قلت هتديهوني؟ ها؟ أنت المفروض تديني عمولة على الشغل اللي بوصله للناس، والمفروض كمان تديني بدل مخاطر. المفروض ان ده هيبقى اسلوبك. اسلوبي؟ ده انت بقيت استاذ الاساليب يا جدع. شفت الواد بيحب وعايز يتجوز وبيجمع المهر وقال لك بدل مخاطر. انت بتهرب سلاح يا محمود، ده كلها فياجرا وسيالس بنقف بقى جنب الناس الغلابه المرهقين. الحياه صعبه ولازم نقف جنب الغلابه واقفه جامده. تصدق انا فعلا ملاحظ عليك الارهاق بقالك كذا سنه، ها؟ وهو لولا ان انا عارف انها ادويه كنت رضيت ان اكمل معاك، كنت بلغت عنك البوليس. ايه حبوب، ايه يا ابو حنف، اسلوبك ما بقاش حلو كده ليه؟ سيبه كامل، سيبه اخويا، الحق حق. صدق وامن، لولا انني متاكد انها ادويه انا كنت بلغت عننا البوليس. محمود، 10% عموله. 10% من كام؟ يعني انت بتبيع بكام عشان اعرف عمولتي قد ايه؟ اوبا. العض بدا. بص يا حوده، هي 10% من اللي بعته ربنا، وكل بعته ربنا حلو. انت تروح تاخد شاور كده وتدلع نفسك وتنام عشان بكره عندك جدول مزحوم. وطالما بقى بنلعب على المكشوف، زود له الشغل بكره كامل. ايه رايك في اسلوبي؟ الو، اه عيشة، معاكي محمود ملك الكبدة. مال صوتك عيشة؟ امتى ده حصل؟ طب انت فين دلوقتي؟ ايوه، عنوان بيتكو فين يعني؟ عيشة وحياة ابوكي مش وقت هزار. زرزرة؟ بقول لك ايه والنبي يا كابتن، ما تعرفش بيت عم رجب البنبوتي فين؟ ده موز ده؟ اه. الله، هات الكيس. طب ما تاخد البرتقال، شكله لسه ما استواش. خلص. طب امسك يا عم، مش عايزين فاكهه خالص. تعبيط يلا، تعبيط يلا. في ايه؟ في ايه؟ تعبيط يلا. خلاص يا عم، بتوع يا عم الدور الثاني. اطلع على النادي بس كده على عم رجب، هشاور لك من فوق بالعكاز. اه، طلع موز. طلع. اخلص، طلع موزة. قشرها قشرها. كل على بق واحد. اخلص. ازاي طيب؟ كلها على بق واحد. اخلص. هات، خد، افتح بقك ياض، افتح بقك. شايف القشرة دي؟ اشوفك بتشقلب عليها. تعملش كده تاني يلا. قول يا ابن. شكل الواد هينده لنا ناس ولا ايه؟ يا عم رجب، عم رجب. ما كانش له لازم تتعب نفسك يا باشمهندس. ده انا انقذتهم باعجوبه. عندكم حته واد تحت ثبتني بمطوه، كنت ايه ده؟ هو مشهور قوي كده عندكم في المنطقه ولا ايه؟ ده بدر اخويا، دايما فضحنا. سميت على اسم بدر رجب، يمكن يطلع لعيب كره عدد ويفلح. طلع فرده جزمه قديمه. الحاج كان اكبر مشجع لنادي المريخ زمان. الله، ده كان فريق عظيم يا حاج. يلا، او راح مع اللي راحوا.
طب حيث كده بقى يا حاج، دي مطوة بدر خليها معاك. ايه دي الفقر؟ فهمت ليه قلت لك بلاش تيجي؟ عشان ما تشوفش المناظر اللي شفتها. ليه يعني؟ ما احنا اولاد ناس غلابه برضو، ولا انت فاهمه ايه؟ عيني في عينك كده. انا موافق بس بالنسبه للحاج. البوليس يا حاج، بالنسبه للبوليس مسك العيال ولا لسه؟ بوليس انت اهبل يا ابني ولا ايه؟ هو البوليس فاضلنا اصلا؟ لا مؤاخذه يا هندسه، الحاج من عشمه يعني. لا الحاج عنده حق، ده انا لسه شايف شويه عيال عندكم تحت كانوا هيشرحوا بعض ولا كاننا في الصومال. اللي زينا يا ابني يا ياخد حقه بدراعه يا فوض امره لله. ونعم بالله يا حاج. ايوه بس العيال دي المفروض يبقى ليها كبير، نعمل قعده عرب، العيال دي تتجاب وتتأدب عشان مدت ايديها على واحده ست. عرب وكبير، الكلام ده كان زمان يا ابني، مش هنام السودة دي. دي عيال البرشام لحس مخه، ما عادتش شايفه كبير من صغير. ربنا يخرجنا منها على خير يا رب. ايوه حاج لازم يبقى في حل. معقول هنسيب العيال دي كده؟ نعمل ايه؟ حظنا كده. الواد جوز بنت الكبيره مدرس خرع، مش فاضي غير للدروس ولا سائل في امنا. وانا زي ما انت شايف حقي هجيبه بايديا بس اقوم لهم ولاد الورمه. يعني ايه يا جماعه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. بقول لك ايه؟ انا بكره هاخدك وهنطلع على المستشفى، هنعمل تقرير، وبعد كده اخد الحاج نطلع نعمل بلاغ في الاسم. انا جوز اختي ليه معارف كتير قوي وهيخدمنا. حاج العيال دي لازم تتجاب وتتأدب، معلش بقى سيب لنا الموضوع ده. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي صديق العائله ولا ايه؟ عيب كده يا حاج، الراجل جاي يعمل الواجب، ما يصحش كده. واجبه فوق راسنا من فوق، بس انا نحب نفهم كويس اللي قدامي ميته ايه بالظبط. مش وقته الكلام ده، الله لا يسيئك. لا عايشه، الحاج عنده حق، انا ابن بلد وعارف اللي فيها. الف سلامه عليك يا عايشه، ابقي طمنيني عليكي ولو رساله على الموبايل. ها ده طبعا بعد اذن الحاج. رايح فين؟ اشرب الشاي، ما يصحش كده. لا انا طمنت عليكي خلاص. سلام عليكم. استنى يا ابني اوصلك لحد بره المنطقه لبش، لحسن تحصل مصيبه ونشيل ذنبك. لا مش هيحصل حاجه يا حاج. ايدك معايا. مش عايزين نتعبك بس يا حاج. يا معين، انت عايز ايه من بنتي يا باش مهندس؟ بالظبط كده. ولا حاجه يا حاج، انا كنت جاي اطمن عليها مش اكتر. انا بفهم في الاصول على فكره. بس كده؟ ايوه بس كده يا حاج. كل اللي حصل ان انا لقيت العيال ملمومين عليها في المينا فوقفت جنبها، هو ده اللي حصل. بقول لك ايه، انا بنتي مش حملك ومش حمل اي حد. انت فاكر ان مش سهل عليا ان انا اقعد في البيت وهي تنزل تشتغل مكاني؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا حاج، بس هو ده اللي حصل. فاهمك يا ابني فاهمك. انست ونورت. الله يخليك يا حاج. ربنا يصلح حالك وحالنا يا ابني. امين يا رب العالمين. طريقك من هنا. السلام عليكم يا حاج. مع السلامه. مع السلامه.